بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، ومتابعة حية وإطلالة إخبارية هنا من قناة النادي الأهلي لكل ما هو جديد داخل النادي الأهلي وقطاعات النادي الرياضية، ومتابعة حية بالتأكيد بعد فوز الأهلي بالأمس على تاونشيب بطل بتسوانة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، والعديد من الأخبار المحلية والعالمية ومتابعة كل مباريات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالأمس على مدار اليوم بالكامل، ثماني مباريات أهداف عديدة ومفاجآت مثيرة في دوري أبطال أفريقيا. بالطبع متابعتنا لنادي الأهلي بالأمس بعد الفوز بشكل إيجابي وفوز بشكل كبير على تاونشيب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء يعتبر فوز معنوي وثقة كبيرة لدى الجهاز الفني للمرحلة القادمة، ويعتبر هذا الفوز هو الانطلاقة الأفريقية للنادي الأهلي حيث يبدأ الملك مشواره في البطولة الأفريقية للقبض على الأميرة الأفريقية أمجد الكؤوس الأفريقية دوري الأبطال بعد الفوز على بطل بتسوانا، وانطلاقة متميزة. ولكن مباراة العودة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس، والفوز بها يعتبر استكمالا للنتائج الإيجابية والفوز الذي تحقق بالأمس على استاد برج العرب بحضور 10,000 متفرج من جماهير النادي الأهلي العظيمة، والتي كانت الداعم والساند الأول للفريق الأول في هذه الانتصار وفي هذا المكسب الكبير، استكمالا للبطولة الأفريقية بشكل جيد والتواجد بشكل قوي في المنافسة على إحدى البطاقتين مع الترجي التونسي وتاونشيب البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي. ثلاثة أهداف مميزة، ثقة ودعم كبير جدا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وباقي أعداء الجهاز المعاون الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وأيضا الكابتن سامي أمصان مدرب المساعد، والكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، ومايكل ليندمان مدرب الأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال، ودكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول، وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بهذا الانتصار والانطلاقة المتميزة لفريق النادي الأهلي في هذه البطولة الأفريقية. فريق النادي الأهلي بعد مباراة الأمس وهذا الانتصار وتواجده في المركز الثاني وصعوده من المركز الرابع إلى المركز الثاني بثلاثة نقاط وثلاثة أهداف، ويأتي في المركز الثاني خلف فريق الترجي المتصدر بسبع نقاط. ثلاثة نقاط كانت مهمة للفوز لارتفاع الرصيد بعد نقطة وحيدة في مبارتين إلى أربع نقاط في المركز الثاني، لذلك كانت ثلاث نقاط مهمة جدا لفريق النادي الأهلي. تصعد بالأهلي في المركز الثاني بأربع نقاط خلف فريق الترجي، ويدخل الأهلي المنافسة بشكل جيد في هذه البطولة الأفريقية. الفريق حصل على راحة سلبية باليوم من التدريبات لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء معسكر الأسكندرية هذا الأسبوع بعد مواجهة تاونشيب أمس في الجولة الثالثة. هذا الفوز زي ما قلنا لكم رفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، ويستعد الفريق بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 28 يوليو الجاري. تعتبر مباراة مهمة جدا في إطار مباريات الجولة الرابعة، لكن الجهاز الفني فضل أنه يعطي اللاعبين راحة بعد معسكر الأسكندرية اللي أقيم لمدة ثلاثة أيام قبل هذه المباراة الهامة، ونتيجة ضغط المباريات الودية والمعسكرات والاستعداد في بداية الموسم فضل الجهاز الفني أن يعطي اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة لاستكمال المشوار الإفريقي والانطلاقة خلال الفترة القادمة. بالأمس كانت المباراة فيها خشونة كبيرة جدا من فريق تاونشيب البتسواني، لدرجة حوالي خمس لاعبين من فريق بطل بتسوانا حصلوا على إنذارات، وكاد أحد اللاعبين أن يتعرض للطرد والحصول على الكارت الأحمر نتيجة التعمد الخشونة واللعب بشكل خشن أثناء المباراة، وبالتالي كان هناك العديد من الإصابات والكدمات لدى عدد من اللاعبين. حسام عاشور أبرز هؤلاء اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات في المباراة بالأمس، وتعرض لكدمة قوية في الركبة خرج على إثرها للعلاج والإسعافات الأولية من قبل دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ويخضع حسام عاشور لفحص طبي قبل انطلاق المران غدا بإذن الله مع مجموعة اللاعبين الذين ليست قوية، ولكن بشكل عام غدا الجهاز الطبي سيجري بعض التدريبات الاستشفائية ومتابعة حالة اللاعبين الذين تعرضوا لكدمات قوية في مباراة الأمس أمام تاونشيب. مباراة كانت مثيرة، مباراة فيها عصبية كبيرة من بطل بتسوانا، أحد اللاعبين اللاعب رقم أربعة حصل إلى إنذار ثاني وبالتالي لن يشارك في مباراة العودة بإذن الله بعد 10 أيام في بتسوانا، لكن الحمد لله نطمئن أن كل اللاعبين في فريق النادي الأهلي جاهزون للمباراة القادمة في الجولة الرابعة.
كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره كان ليه تصريح هام جدا عقب المباراه بالامس، وقال ان الفوز على تاونشيب خطوه لتصحيح المسار في الفتره القادمه وتصحيح مسار الفريق في البطوله الافريقيه. ووجه الكابتن يوسف الشكر لكل لاعبي فريق النادي الاهلي بعد الفوز على بطل بوتسوانا في المباراه اللي جمعت الفريقين على استاد برج العرب. قال ان الفوز ده خطوة مهمة للغاية لتصحيح مسار الفريق في منافسات المجموعة، خاصة أن حصد النقاط الثلاث دفعة كبيرة جدا للفريق النادي الأهلي بعدما قفز إلى المركز الثاني بعدما كان الفريق في المركز الأخير بعد أول جولتين تعادل أمام الترجي التونسي سلبيا في استاد برج العرب وخسر المباراة الثانية في أوغندا أمام كامبالا سيتي. كابتن يوسف قال إن كل لاعبي النادي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة جيدة رغم أننا في بداية الموسم، لكن الفريق استطاع أنه يحصد العديد من المكاسب من الفوز بالأمس ووضع قدمه بشكل جيد نحو الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي. يعتبر فريق النادي الأهلي يسعى بشكل عام طبعا إلى المركز الأول، لكن حتى هذه اللحظات الأهلي في المركز الثاني، وكلنا شفنا بالطبع حضور جماهير النادي الأهلي وكان حضور لافت للنظر، التزموا بالتشجيع على المثالي، شجعوا الفريق من أول دقيقة حتى آخر دقيقة. لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في أشد الاحتياج إلى جمهور الأهلي في الفترة القادمة. المدرب العام للفريق اتكلم على ان الجهاز الفني نجح في التعامل مع الظروف التي تسلم فيها المهمه، بدايه من خوض فتره الاعداد الاولى دون الدوليين لتواجدهم في معسكر المنتخب، فضلا عن تاخر انضمامهم الى معسكر كرواتيا. يمكن كلنا عارفين ان الدوليين انضموا في الثلاثه ايام الاخيره في معسكر كرواتيا، بالاضافه الى ان كمان يعني الجهاز افتقد لجهود مروان محسن كمان ما كانش موجود في معسكر كرواتيا، بالاضافه الى انضمام سليف كوليبالي ومروان محسن في التدريبات الاخيره قبل مباراة تاونشيب بساعات قليلة. كل هذه الظروف الكابتن يوسف بيتكلم ان كلها كانت ظروف الجهاز الفني بيحاول يتغلب عليها عشان يبدأ مشواره الافريقي بشكل جيد، عشان يكون في ثقة لدى اطراف المنظومة الاهلوية بشكل جيد، وان الفريق ياخد ثلاث نقاط مهمة مع مباراة تاونشيب في الجولة الثالثة. كابتن يوسف اشار الى ان القادم سيكون افضل خاصة في ظل رغبة الجميع ان شاء الله لمواصلة المشوار الافريقي بشكل جيد ونجاح للتأهل لمونديال الاندية. ويمكن كان عندي حديث وكنت اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف يعني النهارده وعقب المباراه بالامس، كابتن يوسف قال ان هم اشتغلوا على العوامل النفسيه لدى عدد من اللاعبين. عندك لعيبه راجعه من تصفيات ومباريات كاس العالم في روسيا 2018، سواء لاعبي منتخب مصر الدوليين او حتى علي معلول من المنتخب التونسي، كانوا محتاجين الى جرعات يعني نفسيه وتاهيل نفسي جيد لهذه المباراه وتاهيل وريكفري بدني كمان. عندك وليد ازارو كان جلسات كتيره جدا بين الكابتن محمد يوسف مع وليد ازارو اللاعب المغربي اللي كان تلقى عرض مغري جدا في الدوري الصيني، لكن بعد ما يعني لم يكتب له التوفيق ولم يرحل الى الدور الصيني كان في جلسات عديده للجهاز الفني، وكيف استطاع الجهاز الفني ان هو يخرج بالحاله النفسيه لعدد من اللاعبين ويقنع وليد ازارو بالبقاء في الفتره القادمه ويهيئه بشكل جيد للتركيز في 90 دقيقه. وشفنا تالق وليد ازارو والاهداف التي احرزها والاسيست التي ساعد بها زملائه لاحراز المزيد من الاهداف، كانت عناصر ايجابيه للجهاز الفني مع اللاعبين. ليس الاستعداد هو استعداد فني فقط، لكن كان هناك استعدادات نفسيه وتاهيل لعدد معين من اللاعبين للانطلاقة الأفريقية وتغيير طريقة اللعب ودخول سليف كوليبالي بشكل جيد في خط الدفاع وتأهيل عدد من اللاعبين في المراكز المختلفة والشكل الذي أدى به الفريق في مباراة تاونشيب. لكن كابتن يوسف بشكل عام في سرية تم كمان للفترة القادمة في معسكر الفريق الذي بيستعد بالتأكيد لمباراة تاونشيب حتى المباراة الودية غدا بإذن الله. برضو الجهاز الفني قدر الإمكان بيحاول يحيط هذه المباراة بقدر من السرية عشان كل اللعيبة يضحى في تركيز مباراة العودة، لأن مباراة العودة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس. الست نقاط يعني ما ينفعش نفصلهم عن بعض، ثلاث نقاط في مباراة الأمس والثلاث نقاط القادمة، وده كلام المهم اللي قاله كابتن يوسف وباتريس سكرتيرون عقب مباراة تاونشيب بالأمس، إن قال لهم الفوز كويس، الشكل المعنوي إيجابي، كنتم على قدر المسؤولية، لكن دعونا إن احنا نركز بشكل أكبر في المباراة القادمة، ومن الغد بإذن الله يبدأ الاستعداد للمباراة العودة بإذن الله أمام تاونشيب. بعد مباراة تاونشيب بالأمس في استاد برج العرب على طول الجهاز الفني بيفكر في المرحلة القادمة ومحضر أوراقه وبيرتب إجراءاته في الأيام القادمة، وبالتالي
النادي الاهلي عنده مباراه وديه بكره امام نادي الجونه، تعتبر مباراه وديه مهمه جدا للجهاز الفني واللعيبه. ممكن الكابتن محمد يوسف ايضا اشار في هذا الامر ان الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون كان اتفق على مباراه وديه مع فريق الجونه ستقام غدا مساء باذن الله، والتركيز على العديد من المباريات الوديه دايما الجهاز الفني بيحضر اوراقه ليها مبكرا ومسبقا، وكان الاتفاق مع الجونه على هذه المباراه الوديه كان بالظبط من حوالي 5 ايام. يعني حتى وانت بتفكر في مباراة تاونشيب اللي أقيمت بالأمس كان تفكيرك في المرحلة اللي هتسبق أو اللي هتلي هذه المباراة عشان تحضر كل لعيبتك. كل اللعيبة اللي شاركوا في مباراة الأمس بكرة هيكون ليهم تدريب الساعة 1 الظهر، لكن مجموعة اللاعبين الآخرين سواء المقيدين في القائمة الأفريقية أو غير المقيدين في القائمة الأفريقية هيكونوا في مباراة الجونة بإذن الله لو تقام غدا الساعة 5 مساء. هتكون فرصة طيبة للدفع بعدد من اللاعبين اللي ما كانش ليهم حظ يشاركوا في مباراة الأمس، صلاح محسن ومحمد نجيب وكريم ندفت أحمد حمودي باقي اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية. هنشوف الجهاز الفني بقى هيحضر إزاي لمباراة العودة وفي ترتيبات لمباراة العودة والسفر بإذن الله إلى بوتسوانا. وإحنا بنتكلم على مباراة الجونة والحديث عن مباراة الجونة الودية، أيضا الجهاز الفني عنده مرحلة ريكفري واستشفى للاعبين الأساسيين اللي خاضوا بالأمس مباراة تاونشيب، وشفنا المجهود البدني الكبير جدا. وإنت لسه بتبدأ بداية موسم بالطبع محتاج تأهل اللعيبة بشكل بدني متميز، مجهود كان كبير بالأمس ومباراة رسمية بعد حوالي شهرين من إيقاف النشاط المحلي والإفريقي نتيجة وجود أو مشاركة المنتخبات في كأس العالم، فبالتالي أنت محتاج تعمل ريكفري ومران استشفائي للاعبين غدا بإذن الله، وده هيكون الساعة 1 الظهر. المران الاستشفائي ده مهم جدا لا يقل أهمية عن التدريبات الأساسية عشان تأهل اللعيبة وتحضرهم للمباريات القادمة، والسفر كمان إلى بوتسوانا محتاج اللي أنت تحضر اللعيبة بمختص ثلج وبتدريبات استشفائية باستريتشات بتدريبات في صالة الجيم. كل الشغل ده هيكون من خلال مايكل ليندمان مدرب الأحمال معاه حسين عبد الدايم اللي عاملين مجهود كبير جدا، واللي المرحلة الحالية تعتبر في شغلهم مرحلة مهمة جدا لأنك بتجهز الفريق لموسم طويل هتخوض فيه ما يقرب من 70 إلى 80 مباراة ما بين بطولة دوري وكأس مصر وسوبر وبطولة أفريقيا. هذا العام هيكون فيه 2 بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الحالية تنتهي في شهر نوفمبر ثم البطولة القادمة بإذن الله ستنطلق في أوائل ديسمبر. طيب واحنا بنتكلم كمان في هذا الجزء والمران الاستشفائي والجاهزيه للمرحله القادمه، يمكن الكابتن سمير عادل عنده استعدادات اداريه مهمه جدا للمرحله القادمه، ويوم السبت مساء باذن الله هيتوجه الى عاصمه بوتسوانا جابروني لتحضير مقر اقامه فريق النادي الاهلي والملاعب والتدريبات ومقر الاقامه وكل الامور اللي تساعد فريق النادي الاهلي بحيث ان الفريق يصل باذن الله يوم الثلاثاء تكون كل الترتيبات الاداريه جاهزه للفريق عشان يبدا الجهاز الفني يشتغل للمرحله القادمه. اتكلمت مع كابتن سمير عدلي النهارده صباحا وقال لي ان شاء الله الفريق هيتوجه فجر يوم الثلاثاء في الساعه 2 صباح يوم الثلاثاء من مطار القاهره عبر الخطوط الاثيوبيه، سيتوجه في طائره عبر الخطوط الاثيوبيه لمده 3 ساعات ونصف ليصل الى اديس ابابا، ثم يمكث الفريق لمده 1.5 ساعة ترانزيت، ثم يتجه في رحله طيران مباشره من اديس ابابا الى بوتسوانا، طبعا الى العاصمه جابروني في بوتسوانا، رحله تستمر حوالي 5 ساعات لتكون الرحله اجمالا حوالي 9 ساعات لفريق النادي الاهلي. وبالتالي نجح الجهاز الاداري ان هو يقلص عدد ساعات سفر فريق النادي الاهلي من 18-20 ساعة الى 9 ساعات فقط، لان رحله بوتسوانا او فريق تاونشيب الى القاهره خدت حوالي 20 ساعه سفر ما بين السفر باتوبيس او حافله من بوتسوانا لجوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى دبي ثم ترانزيت حوالي 2 ساعة في دبي والسفر الى برج العرب، فكانت رحله فيها مشقه كبيره جدا لفريق تاونشيب، لكن الجهاز الاداري بقياده الكابتن سمير عدل قدر ان هو يحضر بشكل جيد لرحله السفر باذن الله، ويكون في كمان طباخ مع البعثه عشان يكون في كل الاجراءات سهله هناك وميسره، في ظل ان طبعا ما فيش تمثيل دبلوماسي لمصر في بوتسوانا زي ما فيش تمثيل دبلوماسي لبوتسوانا وفريق تاونشيب في مصر، فبالتالي كل هذه الترتيبات تمت بالتنسيق بين كابتن سمير عدلي والجهاز الاداري مع مسؤولي تاونشيب البوتسواني، في ظل ان كانوا موجودين في اقامه دايمه لمده 3 ايام قبل مباراه الاهلي. وبصراحه فريق تاونشيب حتى في الاجتماع الفني اتكلم على ان استقبال
النادي الاهلي كان استقبال مميز. وبالامس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان فيه لفته طيبه انه سمح حتى لكل افراد الطاقم اللي هو المعاون مع فريق تاون شيب يتواجدوا في المقصوره الرئيسيه كطرف طبعا الاهلي بيستضيفوا في هذه المباراه. وحتى الاهلي كمان سهل لهم الاجراءات في فندق الاقامه وملعب التدريب رغم ان لائحه الاتحاد الافريقي ما بتسمحش بده وبتقول ان الفريق الضيف يقدر يحجز ملاعبه وفندق الاقامه وكل هذه الاجراءات، لكن النادي الاهلي بشكل احترافي قدر يساعد بطل بتسوانا على كل هذه الاجراءات. وبننتظر ان شاء الله المعامله بالمثل في مباراه العوده يوم 28 يوليو الجاري. دي كانت ترتيبات خاصه بسفر فريق النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه. خبر مهم ايضا واحنا بنتكلم بقى في مرحله الانتقالات والمرحله اللي فيها انتقالات صيفيه في التوقيت الحالي ورحيل لاعبين واعارات واستخدامات، يمكن نادي مصر المقاصه النهارده اعلن بشكل رسمي عن فشل صفقه انضمام عمرو بركات لاعب النادي الاهلي ولو على سبيل الاعاره لفريق المقاصه فريقه السابق لمده موسم بعد عدم التوصل لاتفاق بخصوص الامور الماديه بين الطرفين. الكابتن وليد هويدي مدير الكره بنادي مصر المقاصه كان اعلن النهارده في تصريحات صحفيه بان مغالاه اللاعب في طلباته الماديه لعقده خلال الموسم المقبل هو سبب فشل الصفقه واتمامها للفريق الفيومي هذا الصيف. كلنا عارفين ان طبعا عمرو بركات من اللعيبه اللي كان بيحترف في الدوري السعودي خلال الفتره الاخيره وكانت هناك فرصه للاستمرار، لكن جاء فسخ العقد بالتراضي وعودته الى النادي الاهلي سمحت بشكل كبير الى تواجده في صفوف فريق النادي الاهلي. وكلنا شفنا تدريبات الفتره الاخيره كان عمرو بركات متواجد مع فريق النادي الاهلي، وايضا كمان عمرو جمال واحمد الشيخ كلهم عائدين من فتره اعاره ومستمرين في الفتره القادمه مع النادي الاهلي. المعلومات اللي وردت ليا بخصوص عمرو بركات ان هناك جلسات ستعقد خلال الايام القليله القادمه عشان نشوف مساله انتقاله واعارته لاي من الانديه، لكن في هذا الملف النادي الاهلي بيتفق مع لاعبيه على مصلحتهم الفنيه وايضا يشوف العرض المناسب بالنسبه له. فعمرو بركات انتقاله لمصر المقاصه حتى هذه اللحظات بعد اعلان المقاصه بشكل رسمي ان هذا الانتقال توقف وتوقفت المفاوضات بعد تعثر في الاتفاق على الطلبات الماديه، لكن هنشوف الساعات القادمه اذا كانت هناك عروض اخرى لعمرو بركات من الانديه المصريه او احتماليه تواجده في الدوري الليبي في الفتره القادمه مع نادي اهلي طرابلس الليبي او عروض اخرى خارج مصر وتحديدا في الخليج. ايضا عمرو كل الامور التي يعني الموقف الرسمي بالنسبه له غير واضح. عمرو لسه راجع من 4 ايام من رحله احتراف في فنلندا، وكان النادي الاهلي له دور كبير جدا ان يساعد عمرو في هذا الملف، وعمرو قال ده تحديدا عشان احتماليه انه يكون يتواجد مع المنتخب في مباريات كاس العالم في روسيا، لكن لم يحالفه التوفيق. لكن بعد ما عاد الى النادي الاهلي بالظبط عمرو بقاله 4 ايام في تدريبات فريق النادي الاهلي. غدا باذن الله هيكون في جلسه مهمه جدا لعمرو جمال مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، ومع الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، وفي وجود باتريس كارتيرون عشان نشوف موقف عمرو جمال في الفتره القادمه. احتماليه استمراره في النادي الاهلي زي نفس احتماليه اعارته لاي من الانديه خلال الفتره القادمه. ما نقدرش نحكم بشكل مباشر عمرو خلاص سيرحل عن النادي الاهلي لو على سبيل الاعاره ام سيبقى في النادي الاهلي. تقدر تقول النسب متساويه. غدا في الجلسه اللي هتعقد مع عمرو جمال من قبل الجهاز الفني في حضور الكابتن زيزو هيتحدد بشكل كبير جدا موقف عمرو جمال في الفتره القادمه. عمرو بيشتغل على انه ليه فرصه في الاستمرار في النادي الاهلي. بشكل كبير، لكن عمرو عايز يتواجد فيها التشكيله الاساسيه وعايز دايما تكون رجله موجوده في الملعب. كل هذه الاطر هيتكلم فيها بكره مع الجهاز الفني، وهنشوف الفتره القادمه موقف عمرو ما بين الاستمرار او لو في عروض اخرى. وحسب ما علمت ان لديه طبعا مديره اعمال اوروبيه بتحاول يعني تكون ليها قدره ان هي تستطيع على تعاقد واجراء او وجود مفاوضات قويه لعمرو مع اي من الانديه الاوروبيه خلال الفتره القادمه عشان عمرو تكون رجله في الملعب ويستمر بشكل جيد. ايضا احمد الشيخ من اللعيبه ايضا، واحنا بنتكلم عن اللعيبه اللي هتكون موجوده في قائمه الانتظار وجماهير النادي الاهلي تتساءل على موقفها خلال الفتره القادمه. احمد الشيخ خلال الفتره القادمه يعني خلاص الاتفاق مع الجهاز الفني ان هو هيكون في مكان اخر خلال الفتره القادمه ما بين الاعاره لاي من الانديه المحليه ويشوف امكانيه انتقاله للفتره القادمه. والنادي الاهلي كان تلقى عرض رسمي من نادي المقاصه ومن نادي الاسماعيلي، لكن احمد الشيخ هيصلي صلاه استخاره ويشوف موقفه في الفتره القادمه ومستقبله هيكون فين. يعني هو احمد
محمد الشيخ عايز الفترة القادمة لما يختار نادي اللي هيلعب فيه في فترة الإعارة يشارك فيه بشكل جيد عشان لما يرجع النادي الأهلي يقدر يتواجد في التشكيلة الأساسية. أحمد من اللعيبة برضو سيئة الحظ، يعني لما رجع من فترة إعارته في الدوري السعودي تعرض لإصابة في الركبة، وخلال تواجده مع معسكر الأهلي في كرواتيا كان بيتأهل وبيعالج من إصابة الركبة، وبالتالي ما كانش جاهز بشكل كبير عشان كارتيروني يتفرج عليه. ونتيجة ازدحام القائمة الأفريقية بحوالي 26 لاعب قبل قيد مؤمن زكريا وسليف كوليبالي أصبحت القائمة 28 لاعب، وعندك اختيارات فنية في أماكن محددة في وسط الملعب وفي أماكن ليس فيه أحمد الشيخ. فبالتالي الجهاز الفني من خلال اجتماعات مع احمد الشيخ تم الاتفاق على انه ينتقل لايمن الانديه خلال الفتره القادمه، لكن العرض الرسمي اللي موجود بالنسبه لاحمد مصر المقصه والاسماعيلي. احمد يعني حسب ما يعني قال بالظبط هيصلي صلاه استخاره ويشوف امكانيه ان هو ينتقل الى اي من الانديه المحليه، او هو منتظر عرض اخر هو شايف ممكن يكون فرصه وجوده في انديه اخرى خلال الفتره القادمه، وانه يشارك معاه بشكل ايجابي هيدي له الفرصه انه لما يرجع للنادي الاهلي هيظهر بشكل طيب ويكون حظه كويس ان يتواجد مع النادي الاهلي بشكل مميز. احمد من اللعيبه المميزه، وباذن الله ان شاء الله الفتره القادمه يقدر يرجع للنادي الاهلي بشكل جيد ويكون على قدر المسؤوليه زي ما احنا عارفين قيمه ومكانه احمد الشيخ كلاعب مهم جدا في صفوف النادي الاهلي. طبعا اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه يعني مش عايز اقول لكم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه بتلاقي خبر عن انتقالهم لاي من الانديه الخليجيه او الاوروبيه وعروض احتراف، ودايما مدير اعمال اللعيبه الاجانب سواء ازارو او باكا او علي معلول او اجاييه كل ساعه بيحاول يتواجد بعرض احتراف خارجي بالنسبه لهم. عموما يعني النادي الاهلي في المرحله الحاليه قافل دايما هذه المساله، ولما بيفكر في مصلحه الاهلي بيفكر في مصلحه النادي، او المسؤولين في الاهلي بيفكروا في مصلحه النادي وبيفكروا في مصلحه اللاعب. بعد موضوع وليد ازارو وعدم انتقاله للدوري الصيني وان ازاي هذا العرض يعني الحمد لله لم يكتب له الاستكمال وان اللاعب اصبح من العناصر الاساسيه وظهر بشكل جيد في مباراه تاونشيب، يعني في عرض تركي لجونيور اجاييه وفي نفس الوقت باقة بيبحث عن عرض خارجي. انا ربطت الخبرين ببعض، يعني باقة بيبحث عن عرض خارجي لان خلاص انت بعد ما ايدت سليف كوليبالي في القائمه الافريقيه اصبح خلاص دلوقتي عندك اربعه لاعبين اجانب في القائمه المحليه والافريقيه، فبالتالي يجب على جونيور او يجب على باكاماني اللاعب الجنوب افريقي ان هو يتحدد موقفه خلال الفتره القادمه ما بين التواجد في قائمه الانتظار وبالتالي يحصل على مستحقاته او يبحث عن عرض خارجي. في الفتره السابقه باقة كان بيتكلم انه عنده عروض من ساون داونز ومن جنوب افريقيا، فالاهلي طلب منه هذه العروض الرسميه عشان يحدد موقفه، لكن حتى هذه اللحظه لم يتلقى الاهلي اي عرض رسمي بخصوص باكاماني او باقة. قد ينتقل الى الانديه المحليه، ويمكن حسب معلوماتي ان باتريس سكرتيرون قدر الامكان بيحاول يعني يقول لباقة لا حاول تتواجد داخل مصر يكون لك عرض من الانديه المصريه عشان تبقى تحت الانظار وتتشاف بشكل جيد عشان لو رجعت بعد كده وانت على ذمه النادي الاهلي يكون ليك فرصه في التواجد الفتره الجايه. لكن باقة ومن خلال مدير اعماله بيحاولوا يبحثوا عن عروض خارجيه، لكن هنشوف الخطه اللي بيفكر بيها مدير اعماله وهنشوف الطريقه اللي باقة عايز يطلع بيها في الفتره القادمه الى اي من الانديه سينتقل في الفترة القادمة. برضو جونيور أجاييه وأنا بتكلم في نفس المسألة لأن اللاعبين الأجانب كلها مرتبطة بمدير أعمال واحد، لكن جونيور أجاييه كان تلقى عروض أو حسب ما الصحافة التركية ذكرت أن في عروض تركية من أندية وتحديدا نادي قاسم باشا لعرض وضم جونيور أجاييه خلال الفترة القادمة وفي الانتقالات الصيفية. طبعا أجاييه خلال الموسم لفت الأنظار بشكل جيد لأنه سجل 8 أهداف وصنع 10 أهداف مع الأهلي في الموسم الماضي. قاسم باشا كلنا عارفين طبعا ان في محمود حسن تريزيجيه احد اللاعبين المميزين في منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي السابق بيلعب في نادي قاسم باشا، لكن هنشوف الصحف التركيه كانت اتكلمت عن هذا العرض التركي لاجاييه، لكن حسب معلوماتي ان اجاييه مبسوط ان هو متواجد في النادي الاهلي وعايز يكمل في النادي الاهلي ومتواجد في البطوله الافريقيه ومع النادي الاهلي بشكل جيد، ولولا النادي الاهلي ما كانش تواجد في صفوف المنتخب النيجيري في الاستعداد لكاس العالم. طيب من الأخبار المحلية وعندنا أخبار مهمة كمان تتعلق بانطلاقة الدوري في الموسم القادم. يمكن اتحاد كرة القدم حدد بشكل كبير جدا أن مباراة النادي الأهلي والمصري تقرر إقامتها سواء في مباراة الدور الأول أو الدور الثاني على استاد برج العرب بدون جمهور. وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات صحفية اليوم أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية بشأن ملعب مباريات النادي المصري في الموسم الجديد، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي مع الأمن. لكن حتى هذه اللحظات مباراة الأهلي والمصري سواء في الأسبوع الثاني أو في الدور الثاني ستقام بدون جمهور على استاد برج العرب كما حدث في المواسم الرياضية الأخيرة.
الدوري العام بإذن الله سينطلق يوم 31 يوليو الجاري، ومباراة الأهلي والمصري في الأسبوع الثاني ستقام يوم 7 أغسطس من الشهر القادم. أيضا من ضمن أخبارنا المحلية وإحنا بنتكلم عن استعدادات الأندية للموسم القادم، في أندية بتحاول تحدد ملاعبها وتختار ملاعبها للموسم الجديد، وفي أندية ملاعبها معروفة وملاعب ثابتة. حرس الحدود عنده ملعبه الثابت في استاد الماكس، نادي الجونة بعد ما صعد للدور الممتاز نادي الجونة استاده معروف طبعا في الغردقة في الجونة، لكن مصر المقاصة نتيجة الإصلاحات الموجودة في استاد الفيوم هيلعب مبارياته كلها على استاد المقاولين العرب، لكن مباريات الأهلي والزمالك تحديدا ستقام على استاد ملعب السويس في السويس، وبالتالي استقر اتحاد الكرة على تحديد إقامة مباراتي مصر المقصة مع طرفي فرق القمة مباراتي الأهلي والزمالك على ملعب السويس بدلا من ملعب المقاولون العرب. الأمن بالطبع رفض خوض مواجهة المقصة مع الأهلي والزمالك على ملعب المقاولين، ليقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة على ملعب السويس. خلاص قلنا المقصة استقر على خوض مبارياته على ملعب المقاولين العرب، وخلاص يعني بإذن الله معظم الأندية اللي بتشارك في الدوري هتكون موجودة في معظمها، يعني معظم الماتشات هتكون بتتلعب في القاهرة ما بين المقاولين العرب وإنبي ووادي دجلة، اللي اختار كمان استاد الكلية الحربية هتكون هذه المباراة على استاد الكلية الحربية، مباراة وادي دجلة كلها هتكون على استاد الكلية الحربية. نطير إلى المباريات الأفريقية ودوري أبطال إفريقيا وعدد من المباريات التي أقيمت بالأمس، كانت مباريات حاسمة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعات الأربعة، كانت مباريات مثيرة. الأهلي بالطبع كان الهدف الأسمى بالنسبة لنا بعد فوزه على تاون شيب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لكن كانت هناك مباريات مثيرة أيضا. الدفاع الجديدي كان نازل لضيف على فريق وفاق ستيف في الجزائر، مازيمبي كان بيلعب مع المولودية العاصمة في كونغو الديمقراطية، الترجي التونسي فاز بالأمس على كامبالا سيتي بثلاث أهداف مقابل هدفين على استاد رادس، أيضا كمان الوداد البيضاوي كان عنده مباراة صعبة جدا مع حورية كوناكري الغيني في غينيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. كانت مباريات كتير جدا، لكن لمزيد من التفاصيل ونقرب أكتر من كمان رؤية الصحافة العربية وكيف تابعت الصحافة العربية هذه المباريات الأفريقية في ظل وجود أكثر من حوالي 6 أندية في دوري أبطال إفريقيا ويستطيعون التأهل والتواجد في مرحلة الدور ربع النهائي. ينضم لي على التليفون زميلي الصحفي والمعلق الرياضي بإذاعة راديو مارس المغربية الأستاذ محمد جردة. أستاذ محمد أولا برحب بيك من الجزائر، وأنت كنت يعني بتتابع وحاضر بالأمس مباراة الدفاع الجديد ووفاق ستيف الجزائري. الو استاذ محمد جرده معانا على التليفون؟ طيب نكمل الحديث عن المباريات الافريقيه لغايه لما يرجع لنا ان شاء الله استاذ محمد المعلق الرياضي باذاعه راديو مارس المغربيه، وهو كان حاضر هذه المباراه بالامس وهيكلمنا كمان عن فرص يعني تاهل الوداد المغربي بعد التعادل بالامس مع حريه كوناكري الغيني وفرص الدفاع الجديدي، وكيف تابعت الصحافه العربيه والصحافه المغربيه فرص الاهلي والترجي التونسي اللي بالتاكيد فريقين كبيرين في مجموعه واحده في المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا. بالامس احنا بنتكلم على مباريات دوري ابطال افريقيا، يمكن توجو بور بطل توجو حقق انتصار كبير وسمين على سان داونز بطل دوري ابطال افريقيا في المواسم الاخيره، كانت مباراه مثيره اقيمت في توجو وفاز بهدف مقابل لا شيء. مازيمبي الكونغولي فاز على مولوديه العاصمه الجزائري بهدف مقابل لا شيء في المباراه التي اقيمت في الكونغو الديمقراطيه. مبان سواليز البتسواني يعني خسر على ارضه من النجم الساحلي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واستطاع النجم الساحلي أن يتواجد في الصدارة بسبع نقاط. زيسكو يونايتد الزامبي تعادل على أرضه سلبيا مع أول أغسطس الأنجولي 0-0. حرية كوناكري تعادل إيجابيا مع الوداد المغربي 1-1، قدم الوداد بهدف إسماعيل الحداد. وفاق ستيف الجزائري كانت مباراة الأمس أمام الدفاع الجديدي، كانت مباراة مصيرية وحيوية بالنسبة له وفاز على الدفاع الجديدي 2-1. كانت مباراة هي الفرصة الأخيرة لوفاق ستيف، لكن استطاع في الدقيقة 81 أن ينتصر ويحقق الهدف الثاني ويفوز بالمباراة وبالثلاث نقاط على الدفاع الجديد المغربي. الترجي وكامبالا سيتي الأوغندي بالأمس كلنا تابعنا هذه المباراة، كانت في نفس توقيت مباراة فريق النادي الأهلي أمام تاونشيب، واستطاع الترجي من عنق الزجاجة أن يتخطى فريق كامبالا سيتي الأوغندي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما تأخر في بداية المباراة بهدفين لفريق كامبالا سيتي الأوغندي، وكادت تحدث مفاجأة كبيرة في مباريات دوري ابطال افريقيا. الاهلي وتاونشيب البتسواني فوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وكان انتصار كبير جدا لفريق النادي الاهلي باهداف وليد ازارو وعلي معلول من ركله جزاء واسلام محارب. ترتيب الفرق في المجموعات الاربعه، المجموعه الاولى الترجي بسبع نقاط، كامبالا سيتي
او الاهلي باربعه نقاط في المركز الثاني. طب معايا التليفون استاذ محمد جرده المعلق الرياضي والصحفي باذاعه راديو مارس المغربي. استاذ محمد برحب بيك. طيب يبدو ان في مشكله في الاتصال مع الجزائر. طيب الترجي في الصداره بسبع نقاط، الاهلي باربع نقاط في المركز الثاني، كامبالا سيتي بثلاث نقاط وتاونشيب بثلاث نقاط. في المجموعه الثانيه مازيمبي حقق العلامه الكامله تسع نقاط من ثلاث مباريات، مولودية الجزائر مولودية العاصمة بأربع نقاط، ووفاق سطيف في المركز الثالث بعدما فاز بالأمس على الدفاع الجديدي أصبح وفاق سطيف في المركز الثالث بثلاث نقاط، والدفاع الحسني الجديدي بنقطة وحيدة في المركز الرابع. هذه المجموعة هناك منافسة قوية جدا بين الفرق الجزائرية المغربية، وفاق سطيف منافسة قوية مع مولودية العاصمة ومع الدفاع الجديدي، لكن يبدو أن مازيمبي حجز بنسبة كبيرة التأهل إلى دور الثمانية. في المجموعة الثالثة الوداد البيضاوي المغربي بخمس نقاط في الصدارة، وحرية كوناكري الغيني بخمس نقاط أيضا بعد التعادل بالأمس في غينيا. توجو بور التوجولي بثلاث نقاط، أول انتصار لبطل توجو بالأمس في مباريات المجموعة الثالثة، وسان داونز في آخر المجموعة بنقطتين. المجموعة الرابعة النجم الساحلي التونسي بيغرد منفردا بسبع نقاط بعدما فاز خارج أرضه على مبان سوالوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليصعد النجم في الصدارة بسبع نقاط ومبان سوالوز بأربع نقاط وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بنقطتين في الترتيب الثالث والرابع. كانت مباريات مثيرة في بطولة أفريقيا حتى هذه اللحظات، يعني لم يتحدد بشكل كبير الفرق التي تأهلت إلى مرحلة الدور ربع النهائي، وإن كان مازيمبي الكونغولي أقرب الفرق للوصول والتأهل إلى مرحلة الدور الثمانية مرحلة الدور ربع النهائي، لكن الأهلي والترجي والوداد المغربي والنجم الساحلي هناك أندية عربية كثيرة إن شاء الله تتواجد في مرحلة الدور ربع النهائي مباريات الدور الثمانية اللي هتقام مباشرة في شهر سبتمبر بعد ختام الجولة الخامسة والسادسة في شهر أغسطس القادم. من الأخبار المحلية أيضا بعدما الحديث عن المباريات الأفريقية ودوري أبطال إفريقيا، يمكن الجهات الأمنية اتكلمت أو حددت عدد الجماهير في مباريات الدوري في الموسم القادم. إن شاء الله الموسم هينطلق يوم 31 يوليو الجاري بمباريات الأسبوع الأول، لكن اتحاد الكرة تلقى خطاب من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على دخول 2000 مشجع للفريق صاحب المباراة، في حين يحضر للفريق الضيف 200 مشجع فقط. دي نسبة كانت اتكلمت فيها الجهات الأمنية مع اتحاد الكرة بالنسبة للموسم القادم والشكل في الموسم القادم. نقدر نقول يعني بداية موفقة، بداية بسيطة للمواسم القادمة، إن شاء الله الأعداد تزيد. وكمان الجهات الأمنية أعلنت موافقتها أيضا على أن الأمر سيتغير بنسبة عدد دخول الجماهير في المباريات التي يلعبها الأهلي والزمالك والإسماعيلي أمام الأندية الغير جماهيرية. بمعنى أن الأهلي مثلا عندما يواجه إنبي سيستطيع الأهلي أن هو يدخل جماهيره في حدود 5000 مشجع، لكن لما تكون مباراة جماهيرية الأهلي بيلعب الإسماعيلي الأهلي هيدخل 2000 مشجع والإسماعيلي يدخل له حوالي 200 مشجع. أنت بتتكلم في نسب جماهيرية بتختلف ما بين مباريات وأخرى، ومعظم مباريات الأندية اللي بتشارك في الدوري كلنا عارفين يعني معظم أندية شركات، فحضور الجماهير في هذه المباريات بكثافة مش هيكون في أي أزمة وأي مشكلة. 5000 مشجع في استاد السلام مثلا في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي مش هتكون أزمة، استاد بيسع لحوالي 30000 متفرج، فتكون المساحة يعني معقولة بالنسبة لفريق النادي الأهلي. الأخبار المحلية والأخبار الخاصة بقطاع كرة اليد والسلة والطايرة في النادي الأهلي ومزيد من التفاصيل في هذا الملف. يمكن طبعا طائرة النادي الأهلي رجال بتواصل الاستعداد للموسم الجديد. الفترة الأخيرة كنا بنتكلم عن طائرة الأهلي رجال من خلال قيادة فنية للكابتن محمد مصلحي ميدو، بيستعدوا من خلال مباريات ودية واستعداد بتدريبات بدنية للموسم القادم اللي حتى هذه اللحظة لم يتحدد موعد انطلاقه، لكن الفريق الأول بيواصل تدريباته على ملعب طبعا صالة الأمير عبد الله الفيصل للاستعداد لحصد البطولات في الموسم القادم. الفريق ده كان حقق بطولات عديدة في الفترة الأخيرة، بطولات محلية وبطولات إفريقية، فبالتالي الكل بينتظر تحقيق ثلاثية في الفترة القادمة بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة الأفريقية. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم لي دلوقتي على التليفون الكابتن محمود جمعة المدرب المساعد لفريق الكرة الطائرة الرجال بالنادي الأهلي. كابتن محمود أولا برحب بيك. أهلا وسهلا كابتن هيثم. ألو ألو كابتن محمود إزيك أولا، وعايز أطمن منك على استعدادات فريق طائرة الأهلي رجال للفترة القادمة. كابتن هيثم ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله، احنا طبعا احنا بدأنا الموسم بقالنا ثلاث ايام،
معانا طبعا مجموعه اللي هي الناس اللي مش موجوده في المنتخب، معانا 4 لعيبه موجودين معانا او 5 لعيبه، ومنضمن لهم 4 لعيبه من الفريق اللي هو الشباب الصغير، زائد ان احنا عندنا 10 لعيبه في منتخب مصر. احنا شغالين دلوقتي، بنشتغل فترتين، يعني بنشتغل قاسمين التمرين على مرحلتين، جيم وبعدين في الصاله شويه لياقه واداء بدني، لحد ما ربنا يسهل كده نمشي واحده واحده لحد ما الناس بتوع المنتخب يرجعوا لنا، عشان احنا السنه دي عندنا شغل كتير قوي. طيب المنافسه في الموسم الجديد شايفها ازاي يا كابتن محمود؟ والله طبعا المنافسه، يعني احنا طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا السنه دي وجددنا اللعيبه الصغيره بتاعتنا، 3 لعيبه الصغيرين محمد رمضان وشريف عبد الرحمن، وطبعا احمد عبد العال واحمد سعيد، ونضمننا كمان محمود رؤوف واحمد صلاح، طبعا دول اضافه قويه جدا جدا لينا، وان شاء الله يبقوا قوه لينا السنه دي ان شاء الله. طبعا الفرق سواء الزمالك او الجيش او سموحه، كل الناس دي دعموا فرقهم بلعيبه كويسين جدا، وكل فرقه من دول هتجيب محترف او اثنين على اعلى مستوى طبعا، علشان يقدروا يخشوا معانا ان شاء الله في المنافسه. انا شايف ان السنه دي المنافسه هتكون قويه، بس احنا ان شاء الله جاهزين، وربنا يسهل كده، ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه نفرح بيها جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته زي السنه اللي فاتت ان شاء الله رب العالمين. طيب كابتن محمود، ده جمعه واحنا بنتكلم عن الموسم القادم، يعني انت حققت الثلاثيه الدوري والكاس والبطوله الافريقيه، وانك تصل للقمه ده صعب، لكن الحفاظ عليه هيبقى اصعب، ما بين انت بتجدد لعناصر شابه وعندك عناصر متميزه واستخدامات وصفقات متميزه، هل تستطيع ان انت تتكلم على الموسم القادم ان هيكون موسم مثير ما بين مباريات فيها تنافس، ولا الاهلي باذن الله قادر على حسم هذه البطولات مبكرا في بدايه الموسم؟ والله طبعا انا اسف كابتن محمد، معلش على اللبس اللي حصل معايا. احنا ان شاء الله السنه دي طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا ضمينا لعيب على اعلى مستوى، سواء محمود رؤوف او احمد صلاح. احنا السنه دي عندنا الموسم هيبقى مختلف شويه عن الموسم اللي فات. السنه اللي فاتت احنا لعبنا الدوري والكاس بطوله افريقيا، لكن السنه دي احنا عندنا الدوري والكاس وبطوله افريقيا انديه ابطال الدوري، بطوله افريقيا انديه ابطال الكاس، والبطوله العربيه، وحاجه ثانيه اسمها كاس الرئيس. كاس الرئيس يعني احنا تقريبا السنه دي، وعندنا كاس العالم الانديه في شهر 11. فطبعا الموسم ده هيبقى موسم صعب جدا ومضغوط، لان كل الكلام اللي انا بكلم حضرتك فيه ده هنبدا طبعا بدايه الدوري هتبقى في شهر 11، والموسم بيخلص في شهر 4، فبكلمك في ال6 بطولات دول المفروض ان احنا نلعبهم في فتره من شهر 11 لشهر 4، هتبقى طبعا فتره مضغوطه جدا فيها 6 بطولات على اعلى مستوى. فطبعا احنا ربنا يسهل، احنا ماشيين طبعا، يعني بنحاول ان احنا ان شاء الله نكون على قدر المسؤوليه زي السنه اللي فاتت، ونحافظ على مستوانا ونحافظ على بطولاتنا، وربنا يسهل ان شاء الله نحاول نعمل حاجه كويسه السنه دي زي السنه اللي فاتت ان شاء الله رب العالمين. عدد البطولات الافريقيه زاد يا كابتن محمود، وبالتالي عندك قائمه لاعبين، الموسم هيكون مزدحم بالعديد من المباريات، وفتره الموسم الخاصه بنشاط الكره الطائره بيبدا من اواخر اكتوبر الى نهايه شهر ابريل، يعني هيبقى ضغط مباريات كتير جدا، هل القائمه ان شاء الله تسمح؟ هل تطلبوا زياده عدد اللاعبين؟ هل امكانيه التعاقد مع لاعبين اجانب بالاضافه للفتره القادمه؟ والله هو احنا السنه اللي فاتت كانت القائمه بتاعتنا 18 لعيب، وبيسمحوا لنا ان احنا بنسجل 2 بيلعبوا في البيتش فولي، بس هم ممكن يلعبوا معانا بيتش فولي ويلعبوا معانا في الاندور، فيعني هنقول نقدر نقول ان توتال القائمه السنه اللي فاتت كنا بنتكلم في 20 لعيب، السنه دي الاتحاد قلل العدد خلاه 16 لعيب. فانت 16 لعيب، فعلى ضغط الماتشات دي وضغط المباريات دي، فيعني الواحد طبعا مشفق على اللعيبه من عدد الماتشات، وطبعا الماتشات دي ما بتبقاش قليله والبطولات دي ما بتبقاش سهله، ضغط عصبي وضغط فني للعيبه. فيعني احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله الموضوع يبقى فيه توازن، بنحاول نعلي اللياقه البدنيه للعيبه الفتره اللي جايه، علشان نقدر نكون يعني نقدر نكون جاهزين في الفتره اللي جايه للبطولات اللي انا قلت لحضرتك اللي احنا هنشارك فيها الفتره اللي جايه. اما بالنسبه لموضوع المحترف، طبعا احنا القائمه دلوقتي عندنا كابتن محمد مصلحي عامل حسابه ان احنا يعني نحاول ان احنا بنكلم طبعا ناس، نتكلم عايزين نحاول ان احنا نجيب محترف زي السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا شكر لجويني نجم طبعا تونس ونجم منتخب تونس، هو لعب معانا موسم واحد وعمل الموسم على اعلى مستوى، فاحنا السنه دي بنحاول يعني كابتن ميدو بيحاول يدور ان هو يجيب برضه محترف على عالي عالي عشان يكون اضافه للفريق مع المجموعه اللي موجوده يساعدونا في الفتره اللي جايه. فزي ما انت عارف كده او زي ما انا قلت لحضرتك ان البطولات هتبقى كتيره جدا السنه دي، فبنحاول ان احنا نجيب حد يكون محترف قوي يدينا يدي للفريق يعني يزود قوه الفريق مع المجموعه اللي موجوده دلوقتي ان شاء الله. بالتوفيق يا رب يا كابتن محمود. كابتن محمود جمعه المدرب المساعد للفريق الاول لكره الطائره رجال، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب في الموسم القادم.
شكرا لك كابتن محمود. اتكلم عن تفاصيل مهمه جدا لفريق الكره الطائره الرجالي، بيستعد لثلاثيه جديده، لكن عنده بعد الثلاثيه مباريات اخرى في بطولات استحدثها الاتحاد الافريقي للكره الطائره، سواء كاس الكؤوس الافريقيه او حتى كاس الرئيس. بالتاكيد كلها بطولات مهمه جدا. هنشوف الفتره القادمه مشاركه الاهلي في هذه البطولات لحصد المزيد من الالقاب القاريه في هذه الالعاب الجماعيه، بطوله الطائره وبطوله اليد وبطوله السله. دايما النادي الاهلي بيحاول من خلال هذه البطولات ان يحقق العلامه الكامله في كل هذه الالعاب. ايضا كمان الفتره القادمه في مونديال الانديه لكره اليد، ويمكن خبر مهم جدا اعلن منذ قليل من النادي الاهلي، حيث قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاعتذار عن عدم المشاركه في بطوله العالم للانديه لكره اليد والمقرر اقامتها في قطر خلال اكتوبر المقبل، وذلك التزاما بالسياسه العامه للبلاد. جاء هذا القرار ردا على الخطاب الذي تلقته اداره النادي قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بقطر. وقام الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بعرض الأمر على مجلس الإدارة، والذي رفض ما جاء في الخطاب وقرر إرسال اعتذار مكتوب للاتحاد المصري لكرة اليد متضمنا القرار المشار إليه. كلنا عارفين حتى ان الموسم الماضي لما الاهلي فاز بكاس السوبر الافريقي وكان محدد مشاركته في كاس العالم للانديه في الدوحه في قطر، اعتذر النادي الاهلي ولم يشارك في هذه البطوله. لكن هذه المره الاتحاد المصري خاطب النادي الاهلي للمشاركه في هذه البطوله، لكن الاهلي رفض المشاركه التزاما بالسياسه العامه للبلاد، وان الاهلي